شي في الاول ما منجابو اول شي الثاني ما منجابو مال من الاول باش شنو كندير نزار شنو كندير نزار في ديك اللحظه شنو كندير والنوري كيقول لهم انا الاول انا غنعاودها لك الشده الاولى بالرجوله كنت انا ونبيل ونزار شكون اللي وصلنا كان معنا تاني بالا وكان معنا المناجر لا سمعوني كان معنا المناجر كانت معنا غيتا فهموني كنا مجموعين حنا كامل كان عارف عندنا واحد السيد لا داعي اللي كان الاسم ديالو هاد السيد اللي كنت كنعرفو اول واحد كان كيعرفو هو عبد ربي انا بيل وياك الدار هبطتي ما علينا عرفتو على الدراري كاملين فهمتيني صافي عرض علينا واحد باقي ما هبطش واحد الميساج كنقراه باقي ما هبطش سير خذ راحتك فهمتيني عرض علينا السيد في الرباط انا مشيت ما بغيتش نسهر معاهم مشيت نعست ماكش مريض مشيت نعست هما مشاو سهروا خرجوا خلقوها ماشي حتى هنا كلشي مزيان حتى هنا الحمد لله ما وقعتش شي بروبليم جينا بالليل تخاصم نزار وغيتا فهمتيني كان مريح انا وني طالا كلشي حنا مجموعين كلنا على فكره كلشي كنا مجموعين في بلاصه واحده ما علينا وكان المناجر كان كلشي غادي تخاصم نزار وغيتا غيتا قالت لي غنطلع عاد من الاول لا قالت لي غنطلع عاد من الاول فهمتيني نزار مسمع قالت غنطلع عاد من الاول من الاول فين كان في مكناس ديك الساعه من الاول اش كان عنده مسكينه ديك اللعيبه ديال هذاك المشكل اللي كان وقع لي دار قال لي لا اللعيبه اللي كان دار حدا الكوميسيريه هذيك ديال الحريق ما حيد متسم صافي امر راك فاهم حره بالغمص ما علينا حيت انا ما كنقولوش شي حاجه ليا كنقولو شي حاجه نشوفنا في لي لايف يعني ماشي كندولها خصوصيات ما علينا كمل لكم الدراري بحال كلشي شي هنا كلشي مزيان هما خرجوا كيتصافقوا كيقول لها هو انا اللي غنمشي دابا من الاول كان باغي نزار في ديك اللحظه يجي لعند نزار مالو اصاحبو قال لي صاحبي طرا ليه مشكل غنمشي نطلع ليه صافي لله واخا مزيان انا عايش في ما تمشيش لي بالا قال لي ما تمشيش المناجر قال لي ما تمشيش هو والو بغا يمشي بس على الفكره باش تعرفوا الدراري عياو فيه ما تمشيش المناجر حيت كنا في الرباط شدينا الطريق القنيطره مع لي بالا المناجر وصل لاكار ديال القنيطره شدران رجع لمراكش باش من مراكش الكار الاكادير نيشي قال لي نزار يلا الدراري يلا ما بغاش يمشي نزار صافي محمر غيمشي عاد من الاول فهمتيني مشى المناجر لي بالا قال لي لا صافي الدراري انا غنبقى في القنيطره وصلت للدار كذلك ماشي مشكل شكون بقى معنا بقيت انا ومول العشركه حيت كنا في الطوموبيل ديال مول العشركه كنت انا ومول العشركه ونزار ونربي نزار بغا يمشي بوحدو حنا ما غنخليهوش يمشي بوحدو هذا ديما داك الخوش هما اللي غيبقاو فهمني غيبقاو معاك حتى الاخر نزار غيبغي يمشي بوحدو حنا ما بغيناش نخليوه يمشي بوحدو مشينا معاه حتى المكناس تلاقى مع الملولي ياكل لا سلام نزار ها هو معاك لعيبه فهمتي صافي عطيناه نزار صافي عليه خرجنا حنا من المسؤوليه مشينا حنا كنسركلو انا ونبي خويا تلاقينا مع واحد الدري صاحبي تما ما داك عبدو نمبر 1 تلاقينا معاه ريحنا معاه ملينا ملي خالقينا حتى شويه بالليل كيعيط لينا نزار كيقول لنا جيو عندي للصالون مشينا لعندو للصالون كان كيحسن هو من الاول ديك الساعه مشينا لعندو قلنا ليه شوف حنا راه الغد ان شاء الله راه غادي نمشيو للفاس يعني غنمشيو عند كنا مديرين مع الوكيلي فاس قلنا ليه غدا غنمشيو للفاس غنضربو دويره ومن تما غنرجعو بحالاتنا لكازا ومن كازا غنقلعو لاكادير فهمتي ولا لا فوالا حتى انا حنا مفاهمين ويجي مثلي نبيل واحد 600 درهم فهمتيني قال لي المهم خلي هاد اللعيبه في جيبك خلص الحلاق فهمتيني قال لي خلص الحلاق ومن تما بغيتي تجي لعندنا مرحبا بك ما بغيتيش تجي لعندنا حتى تما يعني صافي يعني بغيتي تمشي معاه حيت هو اش كيقول لنا نزار الدراري قسما بالله هذه الليله اللي غيتشد فيها نزار قسما بالله تيقول لنا نزار ما تمشيوش واش خليوني بوحدي راه غدا باغا نمشي معاكم قسما بالله ما كنزيد عليكم شي كلمه الله يرزقني في امي يمشي والعواش راه تيقول لي ما تمشيوش نزار تيقول لي ديك الليله شد اللول تيقول الدراري ما تخرجي ما تمشيوش راه انا باغي نرجع نمشي معاكم الفاس ما تخليونيش هنا قلنا لي صافي ماشي مشكل المهم حنا غنبقاو غدا حتى لك 12 ديال النهار ملي تفيق نتايا وصوني لينا وقول لنا واش غتحرك معنا ولا لا المهم حنا غنبقاو عند الدري حتى لديك 12 ديال النهار صافي مزيانه سير الله يسخر الامور صافي هو مشى عاد من الاولي خليناه في الصالون عاد من الاولي ومشينا حنا شدينا طاكسي ورجعنا عند عبدو كان معنا حتى عبدو حقه كان معنا النمبر 1 ديك الساعه ما علينا كيعيطوا لينا مع الوحده ونص ديال الليل تيقولوا لنا اخوكم ترنطق شريت ربح مضارب كيما ما نضاربو صافي ما غيضاربو ما كيعرف حتى شي واحد في ديك المدينه ما غيضارب قالك راه مضارب مع ديك السيد اللي مضارب مع هشام مشيني صافي مشي داس كلاميه وهو مضارب هو نزار كعرف فين هو فين دابا نزار كنصور فيديو مع الملولي تيقول فيه كيقول فيه نزار تيقول الملولي تيقول شكون هو هذا اللي جا عندك انا فهمتيني نزار زعما عارفين نزار كيدير فيها نزار تيقول الناس تيقول شكون هو هذا اللي جا عندك انا فهمتيني زعما عارفين كيقول لي فهمتيني ولا لا على ديك اللعبه بحال شكون لي كريس شكون لي زعما بحال قلتي نزار كيدير فيها انا كنعتقد الناس ملقي الكونسيبت ديالو عارفينو الناس كلشي كيعرف نزار
فعقلو بحال ما كان غير كيضحك غير مطلع وما خالقه يعني في الواقع راه دبانه ما كيقدرش يقتلها لا هو لا حنا معاه فهمتيني في الواقع راه بنادم النمله ما كيقتلهاش ولكن اكيدو يعني هو هضرشو الموضوع ديالو فهمتيني ولا لا واخا صافي خويا هي هذيك جاب مونتي في ديال 3 شهور كانت هذه الشده الاولى فهمتي ولا لا هي باش لقيت انا الاستاذ فيصل الله يجازيه بخير وبعض الاخوان الاستاذ عبد الرحمن وشي وهذا وطلع نزل ويعني الشده الاولى ديالو تكرفصنا بزاف علاش جاتنا بحال هذا الشهر المبارك عند الله في رمضان وجاتنا كنا كنجيو من اكادير ان زكان حتى المكناس يعني حتى واحد الطريق مشى نشطر المكناس بعيد من إن بعد من الخميسات الدراري باش فهموا كنت مجي من ان زكان راه المكناس راه بعد من الخميس في الاول ما من جابو اول شده لي ما من جابو مال من الاول مال من الاول باش شنو كندير نزار شنو كندير نزار في ديك اللحظه شنو كندير والنوري كيقول لهم هو انا الشده الاولى انا غنعاود لك الشده الاولى بالرجوله كنت انا ونبيل ونزار شكون اللي وصلنا وكان معنا ثاني بالا وكان معنا المناجر لا سمعوني كان معنا المناجر كانت معنا غيتا فهموني كنا مجموعين حنا كامل كان عارف عندنا واحد السيد لا داعي اللي كان الاسم ديالو هاد السيد اللي كنت كنعرفو اول واحد كان كيعرفو هو عبد ربي انا بيه وياك الدار هادشي ما علينا عرفتو على الدراري كاملين فهمتيني صافي عرض علينا واحد باقي ما هبطش واحد الميساج كنقراه باقي ما هبطش سير خذ راحتك فهمتيني عرض علينا السيد في الرباط انا مشيت ما بغيتش نسهر معاهم مشيت نعست ماكش مريض مشيت نعست هما مشاو سهروا خرجوا خلقوها ماشي حتى لهنا كلشي مزيان حتى لهنا الحمد لله ما وقعش شي بروبليم جينا بالليل تخاصم نزار وغيتا فهمتيني كان مريح انا وني طالا كلشي حنا مجموعين كلنا على فكره كلشي كنا مجموعين في بلاصه واحده ما علينا وكان المناجر كان كلشي غادي تخاصم نزار وغيتا غيتا قالت لي غنطلع عاد من الاول لا لا قالت لي غنطلع عاد من الاول فهمتيني نزار مسمع قالت غنطلع عاد من الاول من الاول فين كان في مكناس ديك الساعه من الاول اش كان عنده كان عنده مسكينه ديك اللعيبه ديال هذاك المشكل اللي كان واقع لي دار قال لي لا اللعيبه اللي كان دار حدا الكوميسيريه هذيك ديال الحري ما حيد متسم صافي امر امر راك فاهم حره بالغمز ما علينا حيت انا ما كنقولوش شي حاجه ليا كنقول شي حاجه نشوفنا في لي لايف يعني ماشي كندوي لها خصوصيات ما علينا ما علينا نكمل لكم الدراري بحال كلشي شي هنا كلشي مزيان هما خرجوا كيتصافقوا كيقول لها هو انا اللي غنمشي دابا من الاول كان باغي نزار في ديك اللحظه يجي لعند قال نزار مالو اصاحبه قال لي صاحبي طرا ليه مشكل غنمشي نطلع ليه سبيل الله واخا مزيان انا اي شيء ما تمشيش لي بالا قال لي ما تمشيش المناجر قال لي ما تمشيش هو والو بغا يمشي بس على الفكره باش تعرفوا الدراري كيعياو فيه ما تمشيش المناجر حيت كنا في الرباط شدينا الطريق القنيطره مع لي بالا المناجر وصل لاكار ديال القريطره شدران رجع لمراكش باش من مراكش الكار الاكادير نيشي قال لي نزار يلا الدراري يلا ما بغاش يمشي نزار صافي محمر غيمشي عاد من الاول فهمتيني مشى المناجر لي بالا قال لي لا صافي الدراري انا غنبقى في القنيطره وصلت للدار كذلك ماشي مشكل شكون بقى معنا بقيت انا ومول العشركه حيت كنا في الطوموبيل ديال مول العشركه كنت انا ومول العشركه ونزار ونربي نزار بغا يمشي بوحدو حنا ما غنخليهوش يمشي بوحدو هذا ديما داك الخوت هما اللي غيبقاو فهمني غيبقاو معاك حتى الاخر نزار غيبغي يمشي بوحدو حنا ما بغيناش نخليوه يمشي بوحدو مشينا معاه حتى المكناس تلاقى مع الملولي ياك ولا لا سلام سلام نزار ها هو معاك لعيبه فهمتي صافي عطيناه نزار صافي يعني خرجنا حنا من المسؤوليه مشينا حنا كنسركلو انا ونبي خويا تلاقينا مع واحد الدري صاحبي تما ما داك عبدو نمبر 1 تلاقينا معاه ريحنا معاه من هنا من اللي خالقينا حتى شويه بالليل كيعيط لينا نزار شي يقول لنا جيو عندي للصالون مشينا لعندو للصالون كان كيحسن هو من الاول ديك الساعه مشينا لعندو قلنا ليه شوف حنا راه الغد ان شاء الله راه غادي نمشيو للفاس يعني غنمشيو عند كنا مديرين مع الوكيلي فاس قلنا ليه غدا غنمشيو للفاس غنضربو دويره ومن تما غنرجعو بحالاتنا لكازا ومن كازا غنقلعو لاكادير فهمتي ولا لا فوالا حتى انا حلم فاهم هو يجي مد لي نبيل واحد 600 درهم فهمتيني قال لي المهم خلي هاد اللعيبه في جيبك خلص الحلاق فهمتيني قال لي خلص الحلاق ومن تما بغيتي تجي لعندنا مرحبا بك ما بغيتيش تجي لعندنا حتى تما يعني صافي يعني بغيتي تمشي معاه حيت هو واش كيقول لنا نزار الدراري قسما بالله هذه الليله اللي غيتشد فيها نزار قسما بالله تيقول لنا نزار ما تمشيوش واش خليوني بوحدي راه غدا باغي نمشي معاكم قسما بالله ما كنزيد عليكم شي كلمه الله يرزقني في امي يمشي ولا هو شري تيقول لي ما تمشيوش نزار تيقول لي ديك الليله شد الاول تيقول الدراري ما تخرجي ما تمشيوش انا ما غنرجع ما غنمشي معاكم الفاس ما تخليونيش هنا قلنا لي صافي ماشي مشكل المهم حنا غنبقاو غدا حتى لك 12 ديال النهار ملي تفيق نتايا وصلنا لينا وقول لنا واش غتحرك معنا ولا لا المهم حنا غنبقاو عند الدري حتى لديك 12 ديال النهار مزيانه سير الله يسخر الامور صافي هو مشى عاد من الاولي خليناه في الصالون عند الاولي ومشينا حنا شدينا طاكسي ورجعنا عند عبدو كان معنا حتى عبدو حقه كان معنا نمبر 1 ديك الساعه ما علينا
كيعيطوا لينا مع الوحده ونص ديال الليل تيقولوا لينا اخوكم طران طق شريت ربع مضارب كما من ضاربو صافا من غير ضاربو كيعرف حتى شي واحد في ديك المدينه مع من غير ضارب قالك راه مضارب مع ديك السيد اللي مضارب مع هشام مشيري صافي ماشي داس كلاميه وهو مضارب هو نزار كعرف منو هبيل دابا نزار كنصور فيديو مع الملولي تيقول فيه كيقول فيه نزار تيقول الملولي تيقول شكون هو هذا اللي جا عندك انا فهمتيني نزار زعما عارفين نزار كيدير فيها شكون كيقول لي فهمتيني ولا لا على ديك اللعبه بحال شكون لي كريس شكون لي زعما بحال قلتي نزار كيدير فيها انا كنعتقد الناس من الكونسيبت ديالو عارفينو الناس كلشي كيعرف نزار تعقلو بحال ماكا غير كيضحك غير مطلع و ما خالقه يعني في الواقع راه دبانه ما كيقدرش يقتلها لا هو لا حنا معاه فهمتيني في الواقع راه بنادم نملا ما كيقتلهاش ولكن اكيدو يعني هو هضرشو الموضوع ديالو فهمتيني ولا لا واخا صافي خويا هي هذيك جابو انت في ديك 3 شهور كانت هادي شد الاولى فهمتي ولا لا هي باش لقيت انا الاستاذ فيصل الله يجازيه بخير وبعض الاخوان الاستاذ ايدو حمام وشي وهذا وطلع نزل ويعني شد الاولى ديالو تكرفصنا بزاف علاش جاتنا بحال هاد الشهر المبارك عند الله في رمضان وجاتنا كنا كنجيو من اكادير انزكان حتى المكناس يعني حتى واحد الطريق مشى نشطر المكناس بعيد من بعد من الخميس هاد الدراري باش فهموا كنت مجي من انزكان راه المكناس بعد من الخميس